أكيد الفقرة دي طالما بنتكلم عن الكورة ومعانا يعني شخصية في عالم الرياضة محترمة جدا ولديها العديد من المعلومات، أكيد بنستفيد في وجودها معانا. لكن أكيد برضو عايزة أبدأ، ولأن احنا لازم نرد على الكلام الغريب وفكرة تصدير الأزمات اللي كانت هنقول من الخيال الفترة اللي فاتت تحديدا للفريق اللاعبين. بس خلينا برضو نركز كده ونقول إن هي أصلا مش في بالها، يعني لو حد بيحاول يصدر أزمة فإحنا بنقول لحضراتكم اللعيبة بتوعنا مش في بالهم أي حاجة من اللي بيتقال، هدفها هو واحد وهو تحقيق الانتصارات والبطولات. خلينا نتكلم في كل ده ونبدأ بس مع الناقد الرياضي خالد الإتربي اللي منورنا دلوقتي، وهو رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، ويحكي لنا بقى القصة من بدايتها. صباح الفل. صباح الفل، مبسوط إن أنا معاكم. صباح الفل يا كريم. صباح العسل. مبسوط إن أنا معاكم إن شاء الله تجدد لقاءنا الأسبوع بإذن الله. إن شاء الله بنسعد بوجودك معانا في كل مرة. تعالى نبتدي خالد بعد إذنك بالنقطة اللي أثرتها نهاوند، فكرة اختلاق الأزمات، وخصوصا الموضوع ده بقى متكرر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وكل شوية تلاقي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هايلمان كده مش بالضرورة يكون ليه أصلا أي يعني أساس من الصحة، اللعيبة اللي زعلانين من بعض، مش عارف اللعيب الفلاني شتم لاعب من الفريق المنافس. طب يعني هو فكرة اختلاق الأزمات بيبقى الهدف منها تشتيت أذهان اللاعبين، ولا ده فراغ، ولا تسميها إيه؟ ترند. يعني بمعنى ان في ناس بيكون الاضواء راحت من عليها، ناس كان ليها وقت من الاوقات ممكن الناس بتسمعها، الناس بتتفرج عليها، انما مع وجود اهداف بتتكشف من حين لاخر، فالجماهير واعيه، الجماهير عارفه بتعمل ايه، الجماهير عارفه مين معاها ومين ضدها. في فرق ما بتكون انت معايا وفرق او انك تقول وجهه نظر مخالفه او مختلفه مع وجهه نظري، انما بتهدف لصالح العام، انما مش وجهه نظر هدفها ان هي تهدني وخلاص. فالجماهير بقت واعيه، فاصبح لما الضوء بينحصر عن بعض الناس يبدا يطلع بحاجه معينه كده عشان الناس تقول لك بص ده فلان قال كذا، حتى لو هي حاجه شاذه او راي مخالف تماما او لا يندرج تحت كلمه الراي، وانما بيبقى شيء مغرض يعني. فده اللي بيحصل خلال الفتره اللي فاتت، وقدر النادي الاهلي هو النادي الاكبر شعبية والأكبر جماهيرية، وبالتالي لما أنت تغلط أو لما أنت تتجاوز هتلاقي في ناس كتير مهتمة جدا باللي أنت بتقوله أو بتحاول ترد اللي أنت بتقوله، فبيحصل اللي حضرتك شايفه ده. أنا عايز أخص بالذكر بعض يعني واقعة معينة، واللي يخلي الواحد فعلا يتضايق إن وقعة كهربا وعمر السلية في مباراة المريخ، والكلام اللي كتر بعدها، طبعا الكلام ما كانش كهربا وعمرو السوليه، كهربا ولاعب المريخ السوداني، والكلام اللي كتر كتير جدا من الاعلام المصري. والشيء المخزي، وانا اقصد كلمه المخزي، ان الجانب السوداني هو اللي يكون متمسك بنفي الموضوع، وان الموضوع ما يتعداش كونه شده في الملعب او مش شده في الملعب. يعني لما تلاقي نائب رئيس المريخ السوداني بيتكلم بمنتهى الاحترام ويقول لك الموضوع مرفزه ملعب، الموضوع مش مستاهل، وتلاقي اصرار من بعض الاعلاميين هنا يقول لك لا 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 ده الموضوع ده حصل فيه عنصريه. انت مين؟ انا اصدق مين؟ يعني انت المفروض انت عايز ايه؟ حتى لو انت عايز تثبت ده تثبته ليه؟ ايه المشكله؟ ايه الازمه اللي انت عايز تصدرها؟ والمفروض المتابع، وانا حبيت ان اتكلم في الموضوع لان المتابع للسوشيال ميديا خاصه في الجانب السوداني، جانب جماهير المريخ وبعض الجماهير هناك، بتلاقي ان في زعل، بتلاقي ان في عتاب، بتلاقي ان في ممكن حاجه تكبر بحاجه ملهاش بلا داعي اي اساس من الصحه. لما تلاقي نائب رئيس النادي بيقول لك ان الموضوع ما فيهوش اي حاجه، لما بتلاقي مدير الكوره بيقول لك ان الموضوع ما فيهوش اي حاجه، لما بتلاقي الجهاز الطبي لنادي المريخ السوداني بيشكر الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي على التعاون المثمر بين الجانبين وفي بعد المباراه، وتلاقي الاصرار بقى من هنا ان في ازمه، لا يبقى لازم احنا نسلط الضوء على الناس اللي بتصدر الازمات لينا من هنا. يعني المفروض العكس اللي يحصل، انما يكون الانديه ويكون الجانبين على مستوى كبير من التفاهم، وانت اللي تحاول تضرب ده ليه؟ هو بس محتاجين نسال ليه. هو يمكن انت رديت استاذ خالد في البدايه، انت قلت الترند، يعني الاجابه واضحه، بس في ترند وانا متفقه معاك بصراحه، في ترند عن ترند. لا، وفي ترند ممكن يعمل مشاكل بين دول. بالظبط بالظبط. تعالى نرجع ونشوف ان حاجات مماثله زي كده حصلت، وشفنا الاجواء كانت عامله ازاي في ماتش الهلال،
والاجواء كانت عامله ازاي في ماتش الترجي. احنا ليه بنخلق ازمه من غير لازمه؟ احنا الكوره يعني شده اللعيبه والكلام مع اللعيبه اللي يتكلم فعلا بقى اللي يتكلم فيه مصطلح يقول لك فلان ده ما لبسش شورته فانيلا. ما هو بمعنى ايه؟ مش موضوع انه لبس شورته فانيلا، عارف ابعاد الشورت والفانيلا، يعني عارف ابعاد الملعب ان فيه ممكن اي شده تحصل بين اي لاعب واي لاعب. طبيعي بشر يعني، ده طبيعي، ده طبيعي. وانا في جزئيه الهواندا قالتها، قالت ان اللعيبه مش بتركز، بس انا عايز اقول لك في الاول وفي الاخر احنا بشر. في الاول والاخر انت بتتضايق من بعض الكلام اللي بيتقال عليك، بس لما تبقى فاهم يا استاذ خالد ان ده متعمد لغرض ما، ما اعتقدش في الملعب. لا بتركز في الملعب وبتدي كل طاقتك في الملعب معاكي، انما في كلام بيضايق اللعيبه، في كلام بيضايقهم على المستوى الشخصي، واحساس الظلم مش لطيف عموما. طبعا لما تحس نفسك انك مضطر انك تدافع عن نفسك، او محتاج الجهه اللي انت بتشتغل فيها ان هي تكون في وقت بيدافع عنك بشكل مستمر، ما هو السؤال ليه؟ لما تلاقي الاعلام مشغول بسلبيه معينه، حاجه قد كده حصلت في الملعب، وسايب مثلا انك واحد واخد برونزيه وراجع من البرونزيه كسبان 3-0 على ارضك، انت ليه ما ناقشتش مثلا ازاي نادي واصل لمرحله من التشبع، المفروض واصل لمرحله من التشبع ووصل لاعلى ليفل الوحش زي ما الناس بتقول، وصل خد برونزيه العالم ومطلوب منه ان بعد يوم يرجع يتمرن علشان يرجع لنفس البطوله اللي دخل منها بكاس العالم للانديه عشان يدي كل طاقته وهو ناقص 5-6 لعيبه من دعامه الاساسيه. ازاي انت انت كاعلام ما شفتش ان ده في حد ذاته انجاز انك تقدر؟ انت رديت هو علشان كل اللي انت ذكرته ده يا استاذ خالد هو ده السبب اللي بيخلي حد يطلع يتكلم بهذا الشكل عن النادي الاهلي وعلى اللعيبه. وجزئيه مهمه كمان بسيطه، يعني في جزئيه مهمه كمان، الاعلام بين الحين والاخر موسيماني المفروض كان يعمل كذا، موسيماني المفروض كان يعمل كذا، موسيماني ضعيف. طب ما انا معلش، يعني هو موسيماني جه في نفس التوقيت اللي جه فيه باتشيكو، الاثنين مع بعض المدير الفني نادي الزمالك. طب ما تبص على نتائج موسيماني وبص على نتائج باتشيكو وبص على الانتقادات اللي بياخدها موسيماني وبص على الانتقادات اللي ياخدها باتشيكو، مفيش مقارنه. كلام جميل، ويمكن احنا محتاجين نخش في تفاصيل اكتر معاك استاذ خالد طبعا عن هذا الفريق. وزي ما شريف كان بيقول هو فريق مش بسيط ابدا، احنا مش بنواجه هنا قسم يعني عادي، لا احنا لازم نكون يعني متاهلين وجاهزين لاي فريق بنواجهه. احنا بنتكلم في بطوله ان شاء الله تحصل باذن الله للنادي الاهلي، ولكن برضه فكره وجود التاهيل يمكن دي نقطه انا وخالد اتناقشنا فيها في الفتره الاخباريه. حاجه جميله برضه ان انت تحس باهتمام الدوله بتاعتك فين او وين ما رحت، فدي دي حاجه بتخليك تفرق برضه بشكل كبير. طبعا ده شيء متعرف عليه، ده شيء فقرات مختلفه شويه ورياضات يمكن مش اي فريق مصري سواء اهلي زمالك اي فريق مصري طبعا بيروح بيلاقي نفس الاهتمام، لان ده من مهامه على فكره ان هو يكون بيستقبل الفريق ووفر لهم كل سبل الراحه. انما طبعا هم بيقوموا باكتر من مهامهم بالظبط، هو معاهم كل يوم متواجد طبعا باكتر من مهامهم، فدي حاجه اكيد بنشكرهم عليها يعني. صحيح. طب احنا ايه رايك نروح فاصل سريع ونرجع نكمل طيب الحديث اكيد مستمر، وبنتكلم بقى خلاص في اللي جاي، خلينا ننسى اللي فات. يوم الثلاث عندنا مباراه قويه جدا، بنتكلم عن فريق سيمبا التنزاني، وهذا الفريق اللي ناس كتير ربما مش عارفه هو فين نقاط قوته من ضعفه، هل الهجوم اقوى هل الدفاع. خلينا نعرف مدى قوه الماتش اللي جاي ومدى قوه الخصم. هو بطبيعه الحال عشان اصلا دايما الفريق بيلعب على ارضه او فيه المفروض جمهور هيحضر المباراه، وفي عوامل جو يعني عوامل طقس اصلا هتكون صحيح مختلف شويه عن اللي احنا متعودين عليه، فطبيعي هو هيحاول يستغل ده ويكون مثلا، وخاصه لو هو بينافس كمان انه على احد اوراق التاهل او بطاقه التاهل، فهيكون اكيد بيلعب على ارض وسط جمهور عايز يهاجم، فاكيد النادي الاهلي عارف حاجه زي دي كويسه بشكل كبير. انما انا عايز اتكلم في نقطه مهمه، هي رغبه النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي بيلعب جوه زي بره على الفوز، النادي الاهلي بالنسبه له الهدف الاول هو الفوز، انما الفوز تحديدا في مباراه سيمبا بالنسبه لي او شايف النادي الاهلي عايز الفوز في المباراه دي تحديدا استكمالا بقى للرساله اللي عايزه توصل لكل القاره. الفكره مش انك
بتدور على تأهل. طبعا احنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيدور على كل مرحله بمرحلتها، انما في اهداف قريبه وفي اهداف بعيده. انت لما بتكون راجع، ولازم يكون التسلسل ماشي كده، لما بتكون راجع من ثالث العالم لابد ان يكون راجع ليك هيبه. عشان كده كان الفوز على المريخ بنتيجه كبيره كان لازم يحصل، لانك بتقول ان اللي حصل ده مش صدفه، وان الكبير راجع علشان سواء افريقيا راجع، علشان طبعا كان الفرق كانت اوريدي بدات تلعب الجوله الاولى، وانا كنادي اهلي كنت متاخر شويه عشان بلعب في مونديال الانديه. فعارف لما بقول لك ايه، الكبير رجع خلاص، او اللي هو زي ما بقول لك البابا رجع يعني. فلازم كان يدي الرساله دي قدام المريخ، لازم الرساله دي تفضل بقى مستمره قدام سيمبا. لا انا ما كسبتش المريخ علشان على ارضي بس، لا لابد انك تخوف الفرق اللي موجوده معاك في البطوله كلها. لان على فكره الخوف والرهبه بيساعدك كتير جدا، خوف منك والرهبه منك بيساعدك كتير جدا في نص المشوار. يعني لما تكون الفرق عامله لك حساب على ارضها قبل ما تكون على ارضك كمان، ده بيساعدك وبيخليك تفرض سياستك وخططك على الفريق اللي قدامك ايا كانت قوته بالمناسبه. لان لما تشوف تصريحات الناس والمديرين الفنيين عن النادي الاهلي، التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي مختلف تماما عن زمان، وده اللي بيخلينا نعمل مقارنه مهمه جدا بين الجيل ده والجيل الذهبي بدايه من 2005 و2006، لما الجيل ده بدا طبعا اتكون علشان ياخد بطوله افريقيا، وخد بطوله افريقيا اتحط على التراك. 2005 2006 بدا حتى يشارك في مونديال الانديه في اليابان مره واثنين لحد ما وصلنا دلوقتي لسته. انت الجيل ده كان قاعد فتره سبع سنين تقريبا لحد ما توصل تتحط على التراك ده. لازم تفضل مستمر على كده اطول فتره ممكنه عشان تعدي الارقام اللي فاتت، لازم تجديد اهداف. عشان كده بقول لك المباراه بالنسبه لي مش مباراه. مباراه الاهلي وسيمبا مش مباراه ثلاثة بونت، او لا، هو استكمال لسلسله مهمه لابد ان تفضل ماشيه كده. بس انت بتقول يا خالد من شويه في وسط كلامك، يعني بتقول ايه، ان الكبير رجع. بابا رجع. طب بابا ده طلع من دوري، دخل على كاس، دخل على مشوار افريقي، بعد منه مونديال العالم للانديه، بعد منها مشوار افريقي ثم عوده لاستكمال صدارته للدوري. احنا كجماهير وكمشاهدين فرهدنا ورا بابا ورا النادي الاهلي، ما بالك بقى اللعيبه نفسها والجهاز الفني. الى اي درجه الماتشات اللي ورا بعض والبطولات الكبيره اللي ورا بعض والمباريات القويه اللي ورا بعض ممكن تاثر على سواء استكمال الاهلي لتصدره للدوري او استكمال مشواره الافريقي؟ لا هي مش شعارات بقى، ما هو ده قدر البابا زي ما بيقول، قدر اي حد شال المسؤوليه، قدر اي حد شال تيشيرت النادي الاهلي، عارف ان هو ده، عارف ان هي دي طبيعه النادي الاهلي، عارف ان دي طبيعه جماهير النادي الاهلي. على فكره كان في حوار عامله موسيماني مع جريده الاهرام مع الاستاذ محمود صبري والزميل عبد الحكيم ابو علم، اتكلم في النقطه اللي زي كده حتى، واتكلم في نقطه مهمه جدا، قال لك هنا مش زي صن داونز، او هنا جماهيريه النادي الاهلي مش زي جماهيريه صن داونز، بمعنى الضغوط المستمره عليك جماهيريا طبعا في النادي الاهلي مش زي اي فريق تاني في القاره، ويقصد على الفريق اللي هو كان بيدربه وعمل معاه اداء كويس. ده كان بمناسبه سؤاله، احنا امتى هنشوف الاداء اسرع وجمالي اكتر من كده؟ هو لك ان انا جيت في توقيت صعب، توقيت مرحلي، وعايز ان هو يعدي نص نهائي، عايز ياخد بطوله افريقيا، جه على مونديال الانديه، وما بينه ده وده في عندك مطحنه الكاس ومطحنه الدوري. فبيقول لك انا ما خدتش الوقت الكافي لحد دلوقتي، هو بيقول بعد خمس شهور وبعد اللي انا عملته انا لسه ما خدتش الوقت الكافي عشان افرض سياستي على الفريق واخلي الفريق بشكل مختلف. ده بياخدنا لفكره ان زي ما بقول لك الضغط اللي موجود مش مخلي الراجل عايز يفكر في اي حاجه غير انه يكسب. صح. ده اللي بيتحط على كل مدير فني او كل لاعب. علشان كده دايما في لعيبه ما بتقدرش مع انها بتكون كويسه جدا في انديه ثانيه، وبتيجي النادي الاهلي ما بتقدرش على المفرمه اللي بتكلمني عنها دي، ده على طول بيبقى خارج المنظومه. ليه؟ ما بيقعدش في النادي الاهلي غير اللي قادر يشيل تيشيرت النادي الاهلي بكل مسؤولياته بقى، بكل مسؤولياته بره وجوه الملعب. عشان كده بقول لك ده
هيفضل مستمر، وده اللي مخلي النادي الاهلي على فكره في المقدمه وفي الصداره دايما. طيب خالد، خليني اسالك على حاجه دلوقتي. من شريف شعبان زميلنا، هو كان بيقول ان بواليا يعني عنده جماهيريه كبيره جدا، ويمكن احنا خلاص قلنا مش هنقول طبعا عقده، ولكن يعني اتفكت القصه مع بواليا في الماتش الاخير واحرازه للهدف الجميل اللي امتعنا كلنا بصراحه. فاحنا ان شاء الله كلنا كبرضو يعني اهلاويه متوقعين المباراه بكره يكون في مباراه يوم الثلاث يكون فيها يعني اداء رائع من بواليا، خلينا نقولها بالشكل ده. فبتشوف برضو ده ازاي يعني؟ فاهم، احنا ناس كتير كانت قالت لك يعني كانت معترضه، كانت بتقول حظه مش ماشي مع الاهلي وهكذا، لكن اثبت او الوقت كمان ما كانش طويل اللي اثبت فيه نفسه. خلينا نقول، خلينا نقول ان اصلا توقيت اشراك بواليا، وممكن يكون موسيماني حس بكده بينه وبين نفسه، يعني توقيت اشراك بواليا مباشره كده على الفريق ده صعب الامور شويه على بواليا، لان المهاجم ايا كانت طبعا في شواذ للقاعده، يعني في مهاجم في لاعب يقدر اول ما يدخل على الفرقه يهدف ويجيب اهداف، انما الطبيعي الطبيعي يعني في الكوره انك بتقعد مثلا نص ساعه ساعه الا ربع بيبدا عشان يكون في عنصر انسجام وسريع معاك. وهتقول لي ان بواليا ما كانش غريب على الدوري المصري، ماشي، بس غريب على الفريق، مش عارف مش عارف زميله تحركاته يمين ازاي شمال ازاي في الهجمه المرتده، الزميل مثلا كهربا مثلا بيلعب كوره ازاي، حسين الشحات بيلعب كوره ازاي، قفشه بيلعب قدام ولا بيلعب على الجنب. هو احيانا ده بيفرق مع اللاعب، ده ظلمه شويه، ده يعني خلى الموضوع متاخر عنده شويه. ده غير بقى انه فعلا لازم سوء حظ في بعض في الاهداف مثلا اللي كان بيجيبها وتتلغي، في الاهداف هدف بيراميدز كان هدف صحيح واتلغى، يعني اتاخرت ليه؟ لانه كان حظه شويه سيء، انما هو كامكانيات لا. انا واحد من الناس شايف ان بواليا مهاجم محترف بمعنى الكلمه، قدر يتعامل مع الضغوط بشكل كويس جدا. الهدف اللي احرزه هيفرق معاه على الصعيد. هو المهاجم، سيبك بقى من كلمة محطة، طبعا هو المهاجم طبيعي طبيعي انه يكون محطة، انما الطبيعي الاكتر انه المهاجم بيجيب جول، هو ده اللي عايز يعني حياته انه يجيب جول، تألقه وانه يقعد مبسوط بينه وبين نفسه كده لما يلاقي ان هو الناس بيهدف. بس يعني احنا بنتمنى ان شاء الله زي ما انا قلت كده يوم الثلاث نشوف ونتمتع بيه اكيد بكره اللعيبه، هو ده بالظبط. وكمان عايزين ان شاء الله بواليا كده يجيب لنا او يحرز اكتر من هدف باذن الله، ده يحصل يعني. شكرا ليك يا استاذ خالد. شكرا.